لو انت ساكن في البلكونتين اللي انت شفتهم دول مروا عليك بسرعه، بس من حوالي اكتر من 80 سنه كنت كل يوم هتلاقي في الشارع ده فريد الأطرش وفريد شوقي وشاديه ويوسف شاهين، كل النجوم كانوا بيجوا هنا في الحته دي. احنا في الفجاله، والبيت ده تحديدا اتصور فيه يعني عشرات الافلام، مش هقول من اشهرهم لكن منهم اللي احنا حافظينه صم. يعني في بيتنا رجل عمر الشريف وزبيده وعم حسين رياض ورشدي اباظه وحسن يوسف، كل دول كانوا في بيتنا رجل. احنا في شارع اسمه شارع المهراني، على اليمين كده كان هنا ده المكان اللي صور فيه عشرات الافلام المهمه. الشباب هنا والناس عاملين حاجه لطيفه جدا. انت تشوف هنا محمد رضا الله يرحمهم جميعا، فؤاد المهندس، الصوره دي مش واضحه بالنسبه لي، ده وحيد سيف. وطول ما احنا ماشيين في الشارع الشباب معلقين افيشات ورسمين حاجات زي ما انتم شايفين للافلام القديمه، لان هنا كان استوديو نصبيان. عمك الخواجه نصبيان ده كان راجل ارمني، فهم الحكايه من الاول، قال لك السينما دي هتمشي كويس قوي، وكان بيحب الفن، فعمل استوديو من اوائل الاستوديوهات، مش من اول، لان استوديو مصر هو الاستوديو الاساسي، انما كان عندنا استوديو مصر واستوديو نصبيان واستوديو جلال ونحاس، وعندنا استوديوهات، لكن ده من الاوائل اللي عملوا الاستوديوهات في مصر. شوف بقى، هو الاستوديو ده اشتغل بكثافه، هو يعني انشاؤه في الغالب قبل الاربعينات بشويه، قبل 1900 يعني 1937 38، واشتغل كويس قوي لغايه انتهاء الحرب العالميه الثانيه. وبعد كده انتشرت بقى السينما في الاستوديوهات الثانيه، وبعدين الاستوديو تحول الى يعني الناس سابوه وبقى خرابه. وعمك طبعا نصبيان، خواجه نصبيان، اول ما قامت الثوره فلزع وطار على بره، وثوره يوليو 52، وبعدين اظن ان الورثه باعوه، وليه قصه جميله جدا. بس الالطف في الحكايه كلها، والحكايه بتنتهي نهايه لطيفه، ان هم ما بقاش استوديو لكن بقى مسرح. مسرح فيه حاجات حلوه جدا بتتقدم. ازاي المكان ده؟ شوف انت الشارع، بص احنا في الفجاله، ده حي طبعا فيه يعني محلات كتيره وبتاع، لكن الشارع تحس ان انت في حته ثانيه، مع انك تخرج كده تلاقي الاسواق بتاعت الفجاله بقى، بتاعت الادوات الصحيه والكتب والحاجات دي كلها. شوف مخلين الشارع زي الفل، هو كده على طول، هو كده على طول. وحتى بتاعت اللي بيحطوا فيها الزباله رسمين عليها، وعلى فكره هم سايبين الحاجه زي ما هي. الجمال مش ضروري يبقى في انك تبيض وتعمل حيطه وبتاع، ده في حد ذاته فيه جمال. شوف كده، بص الحاجات طبعا محتاجه، يعني الفكره ممتازه لكن محتاجه هنا ريبركات، اخواته البنات محمد عوض، مجد الخطيب، وحيد سيف، امينه رزق، ديكور داخلي وخارجي، محمد عوض ده نفس الفيلم. هنشوف ايه هنا تاني، ده ملاك الرحمه، يوسف وهبي، فاتن حمامه، رأي ابراهيم، سراج منير، حاجات في بيتنا رجل، زبيده ثروت، عمر الشريف، رشدي اباظه، فين حسن يوسف يا عم؟ فين حسين رياض يا عم الحاج؟ اسماعيل ياسين اهو، بحبوح افندي، خرج عمك يوسف معلوف، اسماعيل ياسين، زهرة العلا، فؤاد شفيق اهو، اسماعيل ياسين فوق اهو معاه عمك رياض الاصابجي، والست زهرة العلا. ودي صورة هي طبعا كانت في فيلم، لكن هي كانت واقع. انتوا عارفين طبعا كلكم ان الست ليلى مراد جوزت عمك انور وجدي. الست ليلى مراد كانت بتاخد اكبر اجر في تاريخ السينما، كانت بتاخد 12000 جنيه في الفيلم، وكان فريد شوقي ياخد 1000 2000، وانور وجدي، انما هي لوحدها بس
لوحدها، ده كان اجر ما حدش خده خالص الفتره دي، 12,000 جنيه، وده كان رقم فلكي يعني. ما خدوش على فكره، ما خدتوش ام كلثوم لما مثلت، يعني ام كلثوم ما وصلتش الاجر ده، لان ليلى مراد كانت ممثله جميله وبتعمل افلام حلوه جدا، وكانت سيده جميله جدا. بس يا سيدي هنخش بقى نحكي لكم حكايه استوديو نصيب. اما العماره دي بقى، عندك صوره فريد الاطرش، يا سلام، ملك العود وملك الادب والرقه. كل من التقى بفريد الاطرش ما بيترددش ابدا، يقول لك ان هو كان رجل عظيم ومؤدب وكريم وجدع. وبعدين نقول ان هو ملك العود دي ما حدش يقدر يتكلم فيها، انما كل اللي اتعاملوا معاه، وده طبعا فيلم بتاع شاديه، ده فيلم حبيبي انت حبيبي، ده عمله، ده عمله يوسف شاهين. الصوره ديت يا جماعه، ده في الاغنيه الشهيره بين فريد شوقي فريد الاطرش، فاكره لما نزل عمر الشريف وحسين رياض مرضيش يقعدوا عنده في البيت، فنزل وقف على الباب ده عمر الشريف بيشوف الجو ايه، فحسين رياض تراجع وقال له يا مش عارف كان اسمه ايه، حسن يوسف، انزل انده له يا ابني. فنزل لحقه من على الباب ده. فمن 80 سنه كانت المنطقه دي زاخره بالفنانين، ودلوقتي هي زاخره بعطر جميل جدا. تعالوا بقى نخش هنا هذه الجمعيه ونشوف كيف تحول استوديو نصبيان الى مسرح مهم جدا.